خبير التجميل السوري مهند الأطرش منورنا عبر الشاشة. وش أهلا بيك معنا. مساء الخير، أهلا فيك حمد. مهند، موضة الميك اب لشتاء 2018 ايه الخطوط العريضة اللي فيها والألوان الطاغية هتبقى السنة دي معنا تكون ايه؟ للشتوية هلا نحن عم نحكي عن اول شيء كل عام وانتم بخير على السنة الجديدة. هلا كل شيء ألوان الدارك، يعني كل شيء غامق، كل شيء ألوان البوردو، ألوان الشتوية الأسود، الدارك براون، كل هيدول هن أكثر شيء هلا أكثر شيء هلا هن موضة هي الشتوية. مهند، انت تعاملت مع عدد كبير من النجوم على مستوى العالم مش في الوطن العربي تحديدا، تنصح ايه الفنانة العربية وهي رايحة ايفنت او حفلة تستخدم الميك اب بتاعها ازاي؟ هلا كل شيء هي بيناسبها، يعني كل واحدة شو بيلبق لها. المشكلة انه لما يكون في ايفنت او في اي شيء مهم بتكون الوحدة رايحة على الاكستريم بالاي شيء بالاوفر، يعني بتكون هي بالحالة عادية احلى بكتير من انه للأسف انه هن بيكونوا بحالة عادية حلوين كتير. فتعامل مع ميك اب ارتست، مع الهير دريسر، مع اي ديزاينر بتطلع اخر شيء هي شجرة الكريسماس. فهي اكتر شيء. بس لا طبعا في ناس كتير مهمين بيعرفوا يشتغلوا على حالهم صح يعني. مهند، انت تعاملت مع عدد كبير من النجوم، الفنانة كبيرة أصالة، كندا علوش، ديانا حداد، ديانا كارازون، ايه اللي بيختلف عن كل واحدة فيهم او ايه اللي بيميز كل واحدة فيهم؟ هلا كل الفنانين، كل واحدة أصالة، هي أصالة بشرتها أصالة، بشرتها يعني بيبي، ما تتخيل قديش هي بلا ميك اب، قديش هي وجهة طفولة، قديش هي بتشبه بنتها أصلا. حتى لما أنا بشوفهم بلا ميك اب اثنيناتهم كتير بيبي فيس. ودينا كرزون قمر، يعني حدد أمرين بالعكس هني كتير، يعني وشهم حلو بيلبق لهم كتير الميك اب. مهند، في الفترة الأخيرة كان في مهرجانات في الوطن العربي، مهرجان القاهرة وبعد يجي مهرجان دبي، مهرجان الجونة، ايه أفضل إطلالات في الميك اب اللي أنت شايفها إن الفنانة دي كانت أفضل إطلالة وأسوأ إطلالة من وجهة نظر؟ طبعا إنه أنا اشتغلت أصالة بمهرجان السينما. هي أحلى إطلالة بمهرجان هون، وكان آخر شيء كان مهرجان بدبي بياف، كنت مع الإعلامية زينة يازجي، كمان كانت وشها قمر، يعني كمان بيلبق لك كل شيء. ان جنرال كثير عم بيكون عن احنا الفنانين، يعني احنا عم نشوف كل يوم عم بيطلعوا هن احلى، يعني كل مره كل ايفنت او كل مهرجان عم بيكونوا عن جد ننطرهم ان هن يطلعوا، او نحن كميك اب او هي نشوف عن جد انه في تنافس كبير وفي اطالات بتعقد عم تكون على السجاد الحمراء. فهذا الشيء كتير حلو انه بيشجعك كل سنه انت سنه نحن نستنى المهرجانات لحتى نقدر نعمل شيء احلى. مهند، لو قلنا من خلال تعاملك مع النجوم مين اكتر فنانه بتحبي تتعامل معاها ما يكنش لها طلبات كتير، ومين اكتر فنانه بتتعبك؟ هلا الفنانات اللي تعبوني بطلت اشتغل معهم. مثل مين؟ مثل شذا حسون مثلا، مثل ميساء مغربي، هدول يمكن صعب اجي اتعامل معهم مره ثانيه يعني. فنانين ما شغلنا أكثر من مرة، بس ما شوف الفنان لما يكون تتعامل معه أهم شيء يكون هو قادر يتعامل معك بطريقة حلوة، نفسيته حلوة، لتعطيه شيء حلو. أما لما بيكون حدا شايف حاله فنان كل نهار كل الوقت صعب أكيد تتعامل معه. أكثر فنان مريح تتعامل معه؟ كتار. زي مين؟ كتار كتار كتار. انا بالنسبه الشخصيه لإلي بقول لك هي اكثر انساني دعمتني واكثر وحده شغلت معها حلو كثير هي العالميه زينة يازجي. أصالة طبعا مشهور، أصالة كثير انساني، اصلا انا هون بمصر بسبب أصالة حاليا هون.